تخيل ان صندوق البريد ممكن يتسبب انك تفقد كل حاجة بسبب بس رسالة واحدة جات لك والنصاب قراها. تعالوا نتكلم شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. الو الو، سامعني سامعني؟ لا المايك ده احنا سالفينه، خلي بالكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا يحيى مهندس برمجيات، بعيش دلوقتي في نيوزيلندا الجميلة، وفي القناة احنا بنتكلم عن الشغل والسفر وبعض المواضيع التقنية وبعض مواضيع النصابين زي الموضوع بتاع النهارده. فلو انت مهتم بالموضوع اللي بنتكلم عنها ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب عشان دايما يجيلك كل جديد، وتشغل زرار الجرس، وفي الجرس اختار all notifications مش personalized بس عشان دايما يجيلك notification، لان احنا اكتشفنا ان تقريبا عدد صغير جدا من الناس اللي عاملين سبسكرايب بيوصلهم notification. حتى الناس اللي عاملين سبسكرايب روح على زرار الجرس وغيره من personalized ل all notifications. في الفيديو بتاع نصب عقود العمل اللي اتكلمنا عنه قبل كده جالي اسئله كتيره جدا، ناس بتستغرب بتقول طب ايه يعني لما النصاب يعرف اسمي ولا يعرف عنواني ولا يعرف حتى رقم الجواز، ايه اللي هو ممكن يعمله؟ هو للاسف ممكن يعمل كتير. في البلاد اللي بيكون موضوع صندوق البريد عندها مهم زي نيوزيلندا وممكن المانيا ومعظم الدول المتقدمه، صندوق البريد عندهم شيء مهم جدا. بتكون انت ساكن ايجار على الاغلب لانك معكش فلوس تجيب بيت، وبعدين في وقت معين بتبقى عايز تغير البيت ده، ايجارك انتهى، راجل مش عايز يجدد لك، يعني اي سببا كان انت محتاج تغير البيت. ولما هتغير البيت فانت محتاج تغير عنوان البريد بتاعك، عنوان البريد المسجل عند كل الجهات اللي انت بتتواصل معاها، زي مثلا المرور، المخالفات اللي بتجيلك مثلا، او تجديد رخصة العربية لما بتجددها بتجيلك على البيت، او الدوريات اللي بتجيلك بصورة دورية مثلا كنت مشترك في جرايد، في اي دوريات بتجيلك على البيت، او البنك، لان البنك مثلا بيبعت لك كل شهر كشف حسابك بكل الترانزاكشنز او كل العمليات اللي حصلت خلال الشهر اللي فات او خلال الثلاث شهور اللي فات. وطبعا عنوانك على موقع امازون او علي اكسبرس لو انت مستني اي شحنة جاية لك خلال الوقت اللي انت هتنقل فيه. وطبعا طبعا شركة الكهرباء، لان شركة الكهرباء كل سنة بتبعت لك بريد، البريد ده بيكون فيه شيك فيه فلوس او فيه فورمة انت محتاج تملاها على اساسها هيبعتوا لك شيك فيه فلوس، وغيرها كتير من الخدمات اللي انت محتاج تتواصل معاها وتغير العنوان بتاعك عندهم. ولكن بدل ما بتلف اللفة دي كلها انت ممكن تروح للبريد وتقول لهم يا جماعة الخير انا بغير عنواني، بنقل العنوان الجديد كذا، فعايز احول كل الشحنات اللي جاية على العنوان ده تروح على العنوان ده خلال فترة معينة من الزمن لحد بس ما يتم موضوع النقل ولحد ما غير كل العناوين بتاعك. وهنا بقى يجي دور النصاب الجميل. النصاب بقى الجميل اللي عايز ينصب عليك اول مدخل ليه هو صندوق البريد بتاعك. صندوق البريد اللي اتكلمنا عنه في الاول، صندوق البريد بتاعك ده كنز بالنسبة له. ليه بقى؟ لان مثلا انت ممكن يجيلك الشيك زي الشيك بتاع شركه الكهرباء ده بيجيلك على صندوق البريد. كروت البنك الجديده لما بتغير مثلا، لما كارت البنك بينتهي يبعتوا لك كارت جديد، كارت البنك بيجيلك على البريد. كل حاجه بتجيلك على البريد. فاقل حاجه لو في نصاب عايز ينصب عليك او يسرقك هيروح كل يوم يبص بصه في صندوق البريد بتاعك. صحيح هي دي حاجه مش الناس مش متعودين عليها، يعني الموضوع يبقى غريب جدا وممكن يبقى فيه مشكله لو انا مثلا رحت قلبت صندوق البريد بتاع جاري، ولكن النصاب بيجي في وقت معين انت مش موجود فيه في البيت هو بيبدا يراقبك. والمشكله ان هو ممكن يعرف معلومه اضافيه من صندوق البريد، زي ان هو مثلا يعرف اسمك. عاده البريد اللي جاي لك هيكون مكتوب عليه اسمك الاول والاخير، فهو كده عارف اسمك، وهو واقف عند صندوق البريد بتاعك فهو عارف عنوانك، ولو خد اي ظرف من الظروف اللي جايه لك وفتحها ممكن يقدر يعرف رقم تليفونك. فكده بقى هو عنده معلومات ان هو يقدم الطلب بتاع تحويل عنوان البريد. فبدل ما البريد بتاعك بقى يجي لك هو هيقوم مقدم الطلب ده باسمك والبريد بتاعك هيروح له هو. وفي بعض الدول كمان موضوع تحويل عنوان البريد ده بيبقى عباره عن فورمه انت بتملاها وتحط معاها شويه مرافقات وبعدين ترميها في صندوق البريد، يعني حتى بتبعتها لهم عن طريق البريد. فلو هو وصل للنقطه دي فهو قدر يحول عنوان البريد بتاعك عشان يروح عنده هو، او يروح لاي عنوان بريد تاني وهمي حتى هو يروح ياخد البريد بتاعك من هناك. تخيل بقى معايا كده ان انت جاي لك كشف حساب البنك على البريد بتاعك والكشف ده راح له هو، فهو بقى عنده اسمك وعنوانك وكشف حساب البنك ورقم حساب البنك واخر عمليات تم عملها حساب البنك ده، وكمان في كشف الحساب اوقات بيبقوا كاتبين رقم الموبايل بتاعه. هو بقى عنده كل المعلومات دي، هو دلوقتي يقدر يكلم البنك ويعمل اي عمليه، مثلا يقدر ان هو يحول تحويل، او حتى لو ما قدرش يحول تحويل هو يقدر ياخد معلومات اكتر، يقول لهم انا فقدت كارت البنك، فيقوموا باعتين له كارت جديد، فبالتالي يبقى انت كده خسرت كل حاجه. لما يبعتوا له كارت جديد او كريدت كارد جديده هو كده بقى يسحب من فلوسك دايركت، لان الكارت الجديد لما هيطلع هيجيله على العنوان بتاعه مش على العنوان بتاعك. عشان كده دايما البنوك ما بقوش يكتفوا بشويه الاسئله التعريفيه، لا بقى عندهم خدمه فيها ذكاء اصطناعي ان هم بياخدوا بصمه الصوت بتاعك عشان يتاكدوا 100% ان انت الشخص صاحب الحساب. طيب بلاش ان الحرامي ده هيغير عنوان حسابك، احنا بس عايزين من الحرامي ده ان هو يبقى عارف اسمك الاول والاخير
وعنوان بيتك ورقمك الضريبي، ودي حاجات سهله جدا يعرفها لو هو بس بيقلب في البريد بتاعك. قصه من القصص الكتير المعروفه في كندا او في امريكا ان يجي لك مكالمه تليفون يقول لك الو السلام عليكم، مش هقول لك السلام عليكم طبعا، بس يقول لك يعني ايه انت اسمك كذا 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 ورقم موبايلك كذا وعنوان بيتك كذا ورقمك الضريبي كذا، وما يقول له اه صح. لما هو هيبدا يديك المعلومات دي انت هتحس بالكريديبيليتي، هتحس بالمصداقيه ان هو الراجل ده عارف عنك المعلومات دي، يبقى اكيد الراجل ده جاي من جهه حكوميه. فيقوم قايل لك والله انت عندك غرامه تهرب ضريبي 1500 دولار ولازم تدفعهم حالا، ولو ما دفعتهمش هتجيلك هيئة تحصيل الديون، دي هيئة معروفة اي حد عايش في الدول الاجنبية يعرفها، على طول بياخدوك دايركت ليهم سكة مباشرة، هياخدوا منك ال 1500 دولار دول او هتتسجن. فابدأ مليني بياناتك عشان نبدأ ناخد منك الفلوس دي. فابدأ يديك بقى رقم حساب تحول عليه. طبعا انت اول ما بيقولك الكلام ده انت بتترب يعني بتقلق، وبعدين هو بيكلمك بمنطلق بيتكلم منطلق قوه جدا جدا، معرفش بيجيبوها منين القوه دي. انت بتبدا تقلق وتتوتر، وعاده الناس بتروح معاهم، فيقوم ساعتها يقول لك ايه مليني الكريدت كارد بتاعتك عشان نخصم منها المبلغ، ويتاكد منك ياخد منك رقم مثلا الاس ام اس اللي بيجي لك عشان وهو بيسحب الفلوس من الكريدت كارد، او يوديك رقم حساب ويقول لك حولهم لي حالا، ويبدا يفولو اب معاك لحد ما تحول له الفلوس. وبعد شويه تبدا تكتشف ان انت اتنصب عليك، لان اصلا الهيئات دي ما بتتواصلش معاك، حتى البنك نفسه مفيش موظف في البنك هيكلمك وياخد منك بيانات الكريدت كارد او البيانات السريه بتاعه الحساب بتاعك عشان يسحب منها فلوس او عشان يعمل عليها اي عمليه. ولو خدنا بالنا ان كل اللي النصاب كان محتاجه عشان ياخد منك ال 1500 دولار دول هم بس اسمك ورقمك الضريبي ورقم موبايلك عشان يكلمك عليه وممكن عنوانك بس، هي الفكره ان الناس دي ليها سككها، وبعدين دول بقى مش ناس عاديه، بتبقى مافيا كبير، ويمكن حتى ما يكونوش موجودين في نيوزيلندا او في امريكا او في كندا، يكونوا موجودين في الهند ومعاهم رقم نيوزيلندي بيكلموك من عنده. بغض النظر عن بهدلة المكتب، تعالوا نفتح كده البريد ده ونشوف ايه اللي جالنا فيه. انا متوقع ايه هو بس تعالوا ايه. هذا هو البريد الجميل، تعالوا نفتحه. طبعا هم هنا، خلي بالك البريد ده دي معلومة مهمة، الرسالة دي بالذات بتبقى رسالة جاية لك عشان تتبيع التاني. بص مكتوب عليها reusable envelope، مش عارف هي باينة مش باينة، reusable envelope يعني الرسالة دي لما تشوفها تفتحها بحذر، تفتحها من هنا عشان هي هيبقى فيها فورمة هتملاها وترجعها لهم تاني. طبعا دي رسالة بتاعت كل سنة بتاعت شركة الكهرباء، شركة الكهرباء بتبعت لنا رسالة كل سنة لان احنا كناس مشتركين بناخد خدمة الكهرباء، فاحنا شركاء في النجاح، شركاء في الشركة، فالشركة كل سنة بتحقق ارباح او بتحقق خسائر اللي بيقولوا عليه الديفيدنت. فهم هنا بيقول لك ان الديفيدنت ويل بي بايد دايركتلي تو يور بانك اكاونت، محتاجينك تملى بيانات البنك الاكاونت بتاعك عشان نحول لك الفلوس عليه. فتخيل النصاب ده خد الجواب ده وملى البيانات والفلوس جات له، فانت كده خسرت فلوس. تعالوا نكمل الفيديو. نعمل ايه بقى عشان نتجنب الموضوع ده وما يحصلش فينا؟ اول نقطه واهم نقطه لازم تبقى عارف ان رقم جوازك او رقم بطاقتك الهويه او رقم موبايلك او عنوان بيتك او عنوان الايميل بتاعك او رقمك الضريبي دي كلها معلومات شديده السريه، ما تديهاش لاي حد غير لو حد انت بتثق فيه، وما تكتبهاش في اي مكان غير لو في مكان انت واثق ان دي مثلا هيئه حكوميه او مكان مش هيستفيد من المعلومات دي، او حاول اساسا انك ما تكتبهاش لو تقدر ما تكتبهاش، زي ان انت لو بتقدم طلب حكومي بدل ما تقدمه عن طريق الورق قدمه عن طريق الانترنت. لو حد كلمك وحاول ياخد منك اي بيانات وبيدعي ان هو تابع لهيئه معينه انت بتتعامل معاها، ما تديلوش اي بيانات سريه، ما تديلوش بيانات الكريدت كارد بتاعتك او كارت البنك بتاعك، ما تديلوش بيانات الدخول بتاعت حساب البنك بتاعك، ما تديلوش بيانات الدخول بتاعت الايميل بتاعك، ما تديهوش رقمك السري، لان هو لو طلب منك المعلومات دي فاعرف حتما ان هو مش تابع للهيئه دي، لان الهيئات دي عمرها ما هتطلب منك البيانات دي. النقطه رقم 2، خليك دايما واعي للبريد بتاعك، دايما بص في البريد بتاعك، دايما خلي بالك من البريد المتوقع وصوله. انت مثلا متوقع ان هتجي لك، انت لسه مجدد الرخصه اونلاين فهتجي لك الرخصه على البريد، فالرخصه ما جاتش، فده معناه ان اما في مشكله الرخصه اتاخرت، يا اما في حد محول البريد بتاعك على البريد بتاعه وبينصب عليك. فدايما خد بالك ولاحظ البريد بتاعك. النقطه رقم 3، خلي تعاملاتك كلها اونلاين، كشف الحساب بتاع البنك اللي بيجي لك كل شهر ملوش لازمه ان هو يجي لك مطبوع، التقارير الضريبيه بتاعتك اللي بتجي لك كل سنه ملوش لازمه ان هي تجي لك مطبوع، خلي كل حاجه اونلاين. حتى في بعض كروت التخفيضات خليها برده اونلاين، خلي رقمها معاك احتفظ بيه على الموبايل، في ابلكيشن تقدر تسجل فيه كل الارقام دي بحيث ان انت ما تحتاجش اي حاجات ورقيه او معدنيه او بلاستيك
يكون مكتوب عليها بيانات. النقطة رقم 4، ما تسيبش موبايلك أو اللابتوب بتاعك لأي حد أيا كان، حتى ابنك الصغير، لأن هو ممكن ابنك الصغير ده ممكن يبعت بيانات سرية أو بيانات خاصة لأي حد على الواتساب وهو أنت مش واخد بالك. النقطة الأصعب في إنك مثلا تبقى قاعد في محطة القطر فيجي واحد يقول لك إيه ده؟ ده أنت شاشة اللابتوب بتاعتك فيها مشكلة، بتجيب أما أصلحهولك. دي حاجة كده في السيتنج، حاجة في الإعدادات ممكن أغيرها لك وإحنا قاعدين. فتقوم أنت زي الجميل مديله اللابتوب بتاعك، وأول ما تديله اللابتوب هو بيكون عنده طريقة معينة بياخد بيها بيانات معينة، وبعد كده يبدأ يستغلك أو يبتزك أو يستفيد من البيانات دي. نقطة الخامسة وهي أكتر حاجة بتحصل مع الناس، إن يجي لك إيميل يقول لك مبروك أنت كسبت جائزة كبيرة جدا، بس عشان نحول لك الجائزة دي احنا محتاجين $250 بس رسوم تفعيل الجائزة. او واحد يقول لك انا امير في نيجيريا وهتعدم كمان يومين وعندي ملايين الملايين، فعايز بس منك $250 عشان احول لك الفلوس دي. يقول لك انا عايزك بس تبعت لي اسمك ورقم حسابك وشوية بيانات عنك عشان ابدا اديك الفلوس دي، لان انا كده كده هموت فانا مش محتاجها. وبعدين بعد ما تبدا تروح معاه وتبعت له البيانات دي يبدا يقول لك اه طيب ما تحولي كده $100 عشان انا محتاج مش عارف ايه. هتقوم محوله، فيقوم قايل لك طب ما تحولي كمان $250 عشان الفيز بتاعت الترانزاكشن، لان الفلوس دي معمول لها بلوك. فالناس دي انت ما تردش عليها اساسا وتعمل الايميلات بتاعتها بلوك. واخيرا لو انت مثلا قاعد عند الميكانيكي او عند الدكتور وفي حد جنبك قاعد بيتكلم معاك يقول لك مثلا عايز اتعرف عليك او عايز اتكلم معاك، وبدا ياخد منك معلومات زي اسمك. لما مثلا مره كنت قاعد عند الميكانيكي لقيت واحد بيقول لي انا دكتور سرطان جلديه ومش عارف ايه فقلت له ماشي، فبدا يتعرف عليا فعرف اسمي الاول، وبعدين بيقول لي طب اسمك التاني ايه، وبعدين بيقول لي طب عنوان بريدك ايه. فانا بقيت مستغرب قوي، فبقول له انت عايز المعلومات دي ليه؟ قال لي اصل انا ببعت للناس ايه احسن فاكسين هما ممكن ياخدوه، لان في كذا نوع لقاح، بس انا عارف ان نيوزيلندا ما فيهاش غير نوع واحد اللي هو فايزر. المهم ايه، خليتني معاه شويه كده، وبعدين لما بدا يسالني اسئله كده قلت له لا انا مش عايز اتكلم معاك كده، وش بجليطه قلت له لا انا مش عايز اديك المعلومات دي. اصل هو نصاب، يعني انت هتتعامل بذوق مع راجل نصاب هتروح انت فيها في الاخر. واخيرا لو وقعت في شرك اي حد من النصابين دول فانت كل اللي عليك انك تبلغ. كل دوله بيكون فيها حاجه مثلا زي مباحث الانترنت في مصر، زي هيئات كتيره موجوده في دول كتيره تقدر تقدم فيها وتقول يا جماعه انا اتنصب عليا وده الشخص اللي نصب عليا او ده الايميل اللي نصب عليا. طبعا تبلغ اهلك واصحابك والناس اللي حواليك عشان ما يحصلش معاهم نفس الموضوع ده. بس سيدي ده كان كل حاجه للنهارده. لو حاسس ان الفيديو ده مفيد فانت تقدر تدعمنا بانك تدوس لايك وانك تعمل شير للفيديو ده مع اصحابك، شير بقى على جروبات الواتساب على الفيسبوك ماسنجر، حتى انك تعمل له ريبوست عندك على الفيسبوك او على الانستجرام. دي حاجه هتكون مفيده جدا بالنسبه لنا وهتخلي الفيديو بتاعنا ينتشر والقناه هتستفيد. بس سيدي ولحد ما نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، نشوفكم بخير وسلام عليكم.